بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميعادنا النهاردة مع الدرس 53 من دروس الجافا سكريبت. هناخد نفس المثال اللي احنا درسناه المحاضرة اللي فاتت. هروح اعمل سكريبت اوبن تاج وسكريبت كلوز تاج، وداخل السكريبت اوبن تاج هروح اعمل اتربيوت اللي هو سي ار سي، اللي هو اس ار سي اللي هو عبارة عن السورس. هروح حدد الملف اللي اسمه دوت جي اس ديت لايبرري دوت جي اس، ده الملف بتاع الفانكشن لايبرري بتاعتي. وهنا هروح افتح كود تاني جافا سكريبت عادي، كود سكريبت عادي اوبن تاج، وهاجي في الاخر خالص هنا هقفله. يبقى عندي اتنين سكريبت، سكريبت خاص بالامبورت والسكريبت التاني خاص بعملية الكول او عملية استدعاء الايه الفانكشنز بتاعت الفانكشن لايبرري بتاعتي. هروح استدعي فانكشن، الفانكشن دي زي ما اتفقنا المحاضرة اللي فاتت اسمها ايه، اسمها display months. المحاضرة اللي فاتت قلنا انا بعرف متغير اسمه year، الير دوت هروح اسال في هسال اليوزر، هروح طالع برومبت واساله عن الير، هيقول لي مثلا الير 2010 2011 ايا كان. هروح احول الاوتبوت دوت، هروح احوله لبارس فلوت علشان خاطر اقدر اتعامل بيه كرقم. وبعد كده هروح اعمل initialization عادي، هروح اعرف متغير اسمه date، هسند اليه الاوبجكت او اروح اعمل انيشيلايز من الاوبجكت اللي اسمه ديت. فبالتالي هبدا اعمل ريفير للاوبجكت اللي اسمه ديت عن طريق الايه الفاريبل اللي اسمه ديت. هياخد معايا اتنين بارامتر، الير والمانث. المانث هبدا بزيرو، المحاضره اللي فاتت يعني الاول هيبدا بزيرو، بعد كده هيبدا يعمل عمليه انكريمنت 1 2 3 4 عن طريق 4. ده شغل المحاضره اللي فاتت، لكن المحاضرة بتاعت النهاردة أنا شلت الجزء بتاع فور، عملت كومنت زي ما انتوا شايفين، وبدأت أشتغل بالجزء بتاع ايه وايل. المسألة بسيطة جدا، هنا أروح أعرف متغير، المتغير ده مانس، المانس بزيرو، هي الجزء بتاعت فور اهو، فور مانس في ايكوال زيرو، مفيش أي اختلاف خالص، لأن أنا اتفقت إن أنا عندي هنا يير، عندي السنة وعندي المانس. دول الاتنين بارامتر بتوع الايه الاوبجكت اللي اسمه ديت، لان انا بحدد الير وبحدد المانث وممكن احدد الداي واحدد التايم كله عبارة عن الاور والمينت والسكند والملي سكند. لكن اتفقنا المينيمم ريكويرمنت بالنسبة للاوبجكت اللي اسمه ديت هما اتنين، الير والايه والمانث. المانث بدأ بزيرو، عايز اروح اعمل له عملية انكريمنت. تمام، هعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق الايه الوايل. المرة اللي فاتت اشتغلنا بفور وخلصناها، المحاضرة دي النهاردة ان شاء الله هنشتغل بوايل. هقول له وايل يعني طالما ان المانس اقل من 12، اول مرة بدأ بزيرو، طب هل الزيرو اقل من 12؟ تمام. طب بعد كده واحد، هل الواحد اقل من 12؟ تمام، وهكذا لحد 12. هل ال 12 اقل من 12؟ لا. يبقى اخر رقم هيقف عنده هو ال 11، من زيرو لحد 11 لو عديناهم هيطلعوا 12 شهر. تمام، داخل الوايل، طالما الشرط ده بالنسبة لي متحقق اللي هو المانس أقل من 12، طبعا هينفع في 0 و1 و2 و3 لحد 11. طالما الشرط ده متحقق روح نفذ الإيه السطرين اللي احنا شرحناهم المحاضرة اللي فاتت. روح اعمل عملية سيت للمانس، روح أغير المانس. تمام، طيب أغير المانس أخليه إيه؟ أخليه مانس، يعني مرة 0 مرة 1 مرة 2 مرة 3 وهكذا. مش بدأت أنا بزيرو كانيشال فاليو وكل مره بروح اعمل عمليه زياده؟ طب فين الزياده اهو؟ ده السطر بتاع الانكريمنت، السطر ده مهم جدا لان من غيره هتكون بالنسبه لي اللوب لا نهائيه، اللوب بالنسبه لي هتكون انفينيتي لا نهائيه. فانا كل مره بروح ازود على المانس ايه واحد. طبعا هو ده السطر الخاص بعمليه الديسبلاي، بروح اعمل ديسبلاي للمانس، بروح اعرض الكالندر بتاعتي وبايه بتطلب مني البارامتر بتاعها اللي هو الديت، اللي هو بالنسبة لي بقى أصبح إيه الير بلس الإيه المانث، الير والمانث مع بعض. تمام، طبعا الير جبته عن طريق برومبت والمانث هيكون عن طريق الإيه الوايل ديت، بيبدأ يحصل عملية انكريمنت. فأنا هنا أقول له طالما إن المانث أقل من 12 وده هيتنفذ 12 مرة طبعا الشرط دوت، روح اعمل عملية أبديت للمانث، خليها مرة بزيرو مرة بواحد مرة باتنين مرة بتلاتة لحد 11. وفي كل مره اروح اعمل عمليه عرض الايه للايه للديسبلاي مانس، روح نادي على الفانكشن اللي اسمها ديسبلاي مانس. طب الفانكشن دي موجوده فين؟ اتفقنا المحاضره اللي فاتت انها موجوده داخل
الملف اللي اسمه date_library.js. تقدر تفتح الملف اللي اسمه date_library.js عن طريق اي برنامج، وليكن مثلا برنامج دريم ويفر، وتبدأ انك انت تشوف الديت لايبرري فيها ايه. اكيد هتلاقي فيها فانكشن اسمها display months، تمام. في كل مرة طبعا هروح اعمل عملية increment بايه، بواحد، ازود على المانث بواحد. يعني مثلا المانث الاول كان بزيرو، يبقى زيرو زائد واحد بواحد، بعد كده اصبح بواحد، بقى واحد زائد واحد اتنين، وهكذا لحد لما الاقي ان المانث هنا ب 12. هل ال 12 اقل من 12؟ طبعا لا، تساويها. اذا اللوب هتتوقف عند رقم اخر رقم هو بالنسبة لي 11. من زيرو لحد 11 هتلاقيهم 12 شهر بالنسبة لي. هروح اشغل البرنامج بتاعي، هيسألني اكيد عن الايه، الير، عن طريق برومبت دوت، تمام. فيقول لي الير بتاعك ايه، هقول له 2000 مثلا و80، عايز الكالندر بتاعت 2080، واقول له اوكي، هيروح يجيب لي الكالندر بتاعت 2080، وهكذا. يبقى انا المحاضرة اللي فاتت اشتغلت باللوب، وكانت طبعا صح، مفيش اي مشكلة خالص، بس اللوب عن طريق فور. المحاضرة دي النهاردة اشتغلت بوايل، اذا وايل ممكن تحل محل فور، مفيش اي مشكلة خالص. ولكن وايل بتكون مبنية على شرط معين، اول ما الشرط دوت يبدأ ان هو ما يتحققش خلاص اللوب بتتوقف. لكن في فور انا عندي المسألة هنا محسومة شوية، انا عارف ان اللوب يعني هتبدأ تعمل، هتبدأ تلف كام مرة، بيكون الشرط بتاعي انا عارفه مسبقا. لكن فوايل بتعتمد على الشرط في البداية والنهاية، بتعتمد على الشرط في ان اللوب تتوقف او لا تتوقف. لكن فور بتبقى المسألة محسومة بالاساس. ده بس الفرق السريع ما بين فور وما بين وايل، والاتنين المقصود بيهم الايه، عملية اللوبينج او عملية الدوارة. لان في ناس ما زالت لسه لحد الان يعني في لخبطة ما بين فور ووايل مع بعض كباكج، وما بين قاعدة اف. قاعدة اف هي قاعدة شرطية، يعني بتعتمد على كونديشن معين، لو حصل كذا اعمل كذا، لو ما حصلش يعني مثلا في عندي إلس، لو حصل كذا نفذ الايه، الاوامر ديت، ما حصلش بنزل الإلس وبنفذ الاوامر اللي تحت ايه، الإلس اللي هي في حالة الفولس بتاعتي. اما فور وايل الهدف منهم عملية اللوب، ان انا بنفذ الامر اكتر من مرة. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.